ليه كده يا باشمهندس؟ ده انا كنت بحبك والله. السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. بعد التحول الكبير اللي حصل على باشمهندس احمد ابو زيد بعد الفتره الاخيره لما نزل فيديو الورك شوب، وانه بدا يتكلم عن ان هو هيعمل ورك شوب يعني ورشه عمل للناس ازاي تتعلم يوتيوب، والناس اتصدمت لما لقت مبلغ او ثمن الورك شوب دي 4000 جنيه في مده الورك شوب القصيره. احمد ابو زيد المفروض هياخد 4000 جنيه من كل شخص في الورك شوب دي. هل يعني الرقم ده اوفر؟ هل انتوا حاسين ان الرقم ده كده اوفر شويه؟ فده اللي انا هفهمه لك النهارده، وده اللي انا هشرح لك الورك شوب دي هتفيدك بايه وانت المفروض تروحها ليه. طيب تمام، اولا الورك شوب احمد ابو زيد او باشمهندس احمد ابو زيد، يعني خلينا نقول باشمهندس، بدا يعمل الورك شوب دي او فكر يعملها لبعض الناس، مش لكل الناس، مش لعامه الناس، مش ليا، مش لكل الناس. تمام، بدا يعملها لبعض الناس بس. الناس قال لك اللي عنده شركه مثلا وحابب انه يعمل فيديوهاته بنفسه، بدل ما يصرف 10000 20000 30000 لناس يعملوا له الفيديوهات ويعملوا له السيو ويعملوا كل الكلام ده وينشرهم له ويعملوا القناه والحاجات دي كلها، قال لك لا، انا هعمل فيديو للناس دي او هعمل ورك شوب للناس دي تتعلم ب 4000 جنيه، تتعلم الكلام ده كله وتقدر بدل ما تصرف 30000 ولا 20000 لناس تعمل لهم الحاجات دي وممكن ما يطلعوش اللي هم عايزينه او الراجل ده في دماغه يعني، لا، قال لك انا هعمل وهخلي الناس دي تتعلم وتعمل حاجاتها بنفسها. تمام. فالناس اللي عندها شركه والناس اللي بيشتغلوا الشغلانات دي اعتقد ان 4000 جنيه مش رقم كبير بالنسبه لهم، وده برده اللي فكر فيه باشمهندس احمد ابو زيد. تاني حاجه، الورك شوب دي هتفيدك بايه؟ بدايه الورك شوب دي بتعلمك الاس اي او. يعني ايه؟ يعني بتقول لك ازاي هتبقى يوتيوبر فشيخ. يعني ايه يوتيوبر فشيخ؟ يعني ازاي تقدر تتصدر نتائج البحث. يعني لو كنت دورت، تعبت نفسك يعني ودورت على اي فيديو ليه علاقه باللغه الانجليزيه، اي فيديو بيتكلم عن الانجليزي، هتلاقي باشمهندس احمد ابو زيد متصدر في معظم الفيديوهات اللي بتتكلم عن اللغه الانجليزيه. اي فيديو يعني انت لو دورت على اي فيديو له علاقه باللغه الانجليزيه هتلاقي بنسبه 95%، لو باشمهندس احمد ابو زيد عمل فيديو عن الحاجه اللي انت بتدور عليها بنسبه 95% او اكتر كمان، من اكتر من النسبه دي هتلاقيه متصدر نتيجه البحث دي. ده ليه؟ لان الراجل ده دارس اس اي او كويس جدا جدا جدا. تاني حاجه، بس الاس اي او مش هيفيدك في يوتيوب بس، الاس اي او ده انت ممكن تتعلمه وتشرحه للناس بعد كده، ويعني يعني لو دخلت مثلا اب وورك او اي حاجه من الفريلانسر وتعلمت الاس اي او كويس وبدات تشرحه للناس هتاخد فلوس اضعاف. يعني انت لو اتعلمت الورك شوب دي ورحت تشرحها للناس في فريلانسر او في اب وورك هتاخد فلوس اكتر بكتير قوي من 4000 جنيه اللي انت هتدفعه. دي حاجه. تاني حاجه، الاس اي او هيفيدك في حياتك الشخصيه. لو انت عندك موقع الكتروني، لو انت عندك يوتيوب تشانل عايز تنجح قناتك على اليوتيوب، الاس اي او ده هيفيدك جدا. فانا بقول الاس اي او، بدات بالاس اي او ليه؟ لان الاس اي او ده هو اصعب حاجه وارخم حاجه انت ممكن تتعلمها، والراجل بيعلمها لك في مده قصيره جدا، فانت المفروض تشكر الراجل ده انه بيعلمك حاجه زي دي في مده قصيره زي دي، اللي انا بصراحه مش فاكر المده ولكن هي مده قصيره انك تتعلم فيها كل الكلام اللي انا هقوله لك لسه. فيعني المفروض تشكر الراجل، مش تتحامل عليه وتقول له انت لا، انت بتاع فلوس، انت بتدور على الفلوس، اهم حاجه عندك الفلوس. 4000 جنيه مش رقم كبير قوي يا جماعه على الحاجات اللي هو بيشرحها، صدقني الحاجات اللي هو هيعملها لك دي حلوه وكتير وهتفيدك جدا. تمام، فالحاجه الثانيه اللي هيفيدك برضو انه بيعلمك ازاي تختار الكاميرا الاولانيه اللي في حياتك، تختار مثلا الموبايل اللي هتصور بيه، تصور ازاي، تجيب انهي زاويه. انا مثلا واحد من الناس لما اشتريت الكاميرا دي قعدت فتره طويله جدا جدا جدا، والناس طبعا عارفه اللي متابعاني، قعدت فتره طويله جدا اقعد اختار الزاويه اللي انا اقعد فيها، اختار المكان اللي انا اقعد فيه، لان الموضوع كان صعب جدا جدا جدا. الراجل ده بيوفر عليك الدنيا دي كلها وهيفهمك من الالف للياء كل الحاجات اللي تتعلق بالتصوير وزوايا التصوير وطرق التصوير والكاميرات بتاعت التصوير والفرق بين الكاميرات وانواع الكاميرات، ده غير بقى الحاجات كتير قوي قوي قوي. يعني هيطلعك يوتيوبر فاهم في الكاميرات، فاهم في الموبايلات، تقدر تصور صح، تقدر تطلع مشاهد ممتازه زي قناه دروس اونلاين، يعني الحاجات الممتازه اللي بيطلعها في الفلوجات والحاجات دي كلها. يعني لو لاحظت مثلا برضو نرجع لنقطه الاس اي او، معلش، لو لاحظت في قناه الفلوجات بتاعت باشمهندس احمد ابو زيد هتلاقي وصلت 100000 مشترك في وقت كويس جدا، ده برضو يعرفك ان الاس اي او بتاعه كويس او فاهم في الاس اي او كويس جدا، وبيقدر انه يعمل اس اي او محترم او سيو محترم، يعني انه يتصدر نتائج البحث كده يعني. تمام، فيعني الراجل هيعلمك ازاي تبقى يوتيوبر جامد جدا جدا، وتقدر انك تتصدر نتائج البحث، تقدر تعمل فيديوهات حلوه جدا، تقدر تطلع المعلومه اللي عندك للناس بشكل محترم بشكل كويس جدا. فساعتها انت كشخص هتستفيد وهتقدر انك تعلم ناس بعديك وتاخد فلوس زي ما هو بياخد فلوس دلوقتي على فريلانسر على اب وورك، وممكن اسيب لك فيديوهات للموضوع ده، يعني الموضوع بسيط،
يعني ممكن تبقى انت فريلانسر بدايه من الموضوع ده، انك تعلم الناس ازاي يبداوا قناه يوتيوب ناجحه، ازاي يقدروا يعملوا اس اي او محترم او سي او محترم، فكل الكلام ده انت ممكن تعلمه للناس بعد كده وتاخد فلوس برضه. فساعتها مش هتقول 4000 جنيه كتير، لا صدقني 4000 جنيه مش كتير خالص على الموضوع ده، وكمان الراجل عامل خصم 1000 جنيه لبعض الناس يعني، فمش عارف برضه مش فاكر الموضوع كويس، ولكن زي ما قلت لك لا بلاش التحايل، بلاش التحامل على الناس ده، بلاش التحامل على باشمهندس احمد بزيد اكتر من كده، لان الموضوع محبط ليه هو شخصيا. انا عارف انا مش صديق يعني، ولكن هو انا متاكد ان الموضوع ده ممكن يسبب له احباط، لانك بتقول له انت لا انت بتاع فلوس، انت بتاخد فلوس من الناس كتير قوي، 4000 جنيه كتير قوي على الموضوع ده مش عارف ايه، لا 4000 جنيه مش كتير على الموضوع ده، ده مجهود والراجل بيقدر مجهوده بالرقم ده، فانت مفروض لو انت عاجبك الموضوع تروح، لو مش عاجبك تقول كومنت محترم وتنتقد باحترام، لكن مش تقول له اي كومنت يحبطه يعني. بس يا شباب حبيت بس اوضح لك موضوع الورك شوب اللي عملها باشمهندس احمد ابو زيد، عشان لاحظت ان كومنتات كتير قوي من الناس بتقول ان هو بتاع فلوس يعني وعايز فلوس وكده، الموضوع مش كده خالص يا جماعه، مش باشمهندس احمد ابو زيد يعني هو لا يكون عايز فلوس يعني من حاجه زي كده. بس كده شكرا عشان شفت الفيديو، اتمنى لو كان عاجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه لو كنت اول مره تشوفني، وبس كده شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في فيديو الى جاي، سلام.